معكم خوتي بخير، معكم ميكانورا كعبون فيديو جديد. الفيديو اللي غادي نهضروه هاد النهار على واحد البولا كتشعل في جيتا فولكسفاغن. هي هادي هاد البولا هادي عندها علاقة بالفران ولا بالبلاكيت ولا الزيت ديال الفران. هادي الا كانت عندك زيت الفران ناقصة راه هي تشعل لك هاد البولا هادي. مناش كتنقص لك زيت الفران كيكونوا البلاكيت عندك نقصوا ضعافو، داكشي علاش كتشعل هاد لاسين هادي. المهم احنا غادي نشوفو شنو كاين. كما كتشوفو هنا لقينا المشكل، المشكل هنا الخيوط هادو مجوج بهم ملاقيين. الخيوط هادو هما اللي كيديكلاريو لو بالبلاكيطة ميتة، هادو ملاقيين نيت. هاد البريز هادا راه غير مقطع وغير مصاوبين لهنا لي فيش. ملي كناهم نشوفو دابا البولا واش مازال شاعلة. الخيط ديال ديك البريز راه هو اللي داير المشكل. ديك البريز اللي كيدير ديك دي البلاكيطة بأنها ميتة كان ملاقين. واحد الخويطات البليسون موا كانوا ملاقين، حيت كاره صري كامل فيه الموا والبليس غادي للبلاكيطة. يعني ملي كيتلاقى البليسون موا كتشعل ديك لاسين هنايا باش كتعرف بأن البلاكيطة ميتة، ولا كتكون الزيت ديال الفران كتكون حتى هي ناقصة، هي داكشي علاش كتشعل. وتبارك الله عليكم، معكم ميكانور اكابون، تحية لكم.